بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. عدنا والعود وعود أحمد بعد العيد، بعد إجازة قصيرة. وعدنا مع ضيف جميل وجديد، الأخ الأستاذ عبد الحميد الوباري. هو أستاذي فعلا، نعم. في محاضرة شيقة إن شاء الله عن الفاسكولار إيميجينج. أخي وأستاذ عبد الحميد غني عن التعريف، بس أنا ما راح أضيع وقت في تعريف أبو جلال لأنه معروف لديكم كلكم، ولكن أحب أن أضيء على موضوع ما شاء الله نشاطه في التعليم. أبو جلال يقضي وقت كثير كثير في إعداد المواد العلمية، وهذا شيء يشكر عليه جدا يعني في الفيلد حقنا ما شاء الله. فلا تنسوه بأفكاركم، اللي عنده أفكار معينة، اللي عنده طلبات معينة في التعليم، فأبو جلال عادة يأخذ الفكرة ولا يرميها، يأخذها ويدورها ويصنعها ويقدمها بطريقة جميلة. ف إن شاء الله اليوم أبو جلال راح يأخذنا في جولة جميلة في عالم الفاسكولار إيميجينج، وراح نفتح باب الأسئلة قبل ممكن 5 دقائق من انتهاء المحاضرة. فاللي عنده أسئلة يكتبها، ما عندكم مشكلة، وبعدين حنأخذ مثلا زي لايف سيشن أو شيء، أنتوا تسألوا ونحن نجيب. بسم الله الرحمن الرحيم، توكل على الله. أبو جلال، السلام عليكم. وعليكم السلام. كان العنوان أبو جلال، إذا كنت تسمعني اعمل unmute please. إيه الآن. أوكي. توكل على الله. أوكي. العنوان كان الفاسكولار إيميجينج. لما دخلت أنا في الفيلد عميق، يعني بنضيع يعني we would like to concentrate in one topic على أساس ما أضيع المعلومة، خاصة المعلومة الأكثر تداولا بيننا إحنا في الحياة العملية. فالأوبجكتيفز أنا حطيتها للمحاضرة إن دائماً أنا أهتم بالفيزيكس، دائماً أبي أربط بين الفيزيكس وبين الراديولوجيكال فايندينجز، يعني اللي تشوفه أنت كصورة أنا أناظر لك كفيزيكس، كماغنتيزيشن، كفيكتور، كفليب، كفليب أنجل، أوكي؟ وهذه تأثر، يعني تأثر على الفايندينجز، يعني الفايندينجز ممكن تتغير بتغير الفيزيكس، بتغير الباراميترز يعني. لكن ما بنحمل طبعا الابيرنس حق الفيزلز وهاو داز ات لوك لايك والامبورتنس حقها، يعني ليش هي مهمه، ليش انا اثرت هذا الموضوع اللي يمكن قليل طرقه. يعني هو ترى انا اتوقع ان في بالكم ام ار اي ام ار بي، ناثينج فروم ذيس، ما عندي لا ام ار اي ولا ام ار بي، انا قلت فاسكولار ام ار اي. خلونا نشوف وات داز ات مين. مثل ما نشوف هنا الصور، معنى T1، في T1 تشوف الفيزلز أحياناً تطلع دارك، وأحياناً أكتشلي مو دارك، بلاك، وأحياناً تطلع برايت. في T2 تطلع دارك بلاك وتطلع برايت. ليش يعني؟ شو اللي صار بين هذه وبين هذه؟ شنو هو السبب؟ السبب ينحصر في شيئين، في التكنيك والفسيولوجي. خلنا ناخذ الفسيولوجي. الفسيولوجي يعني احنا نصور الفيزلز، الفيزلز يعني ايش؟ يعني دم. اوكي، الدم في الفيزلز اما يكون اوكسيهيموغلوبين، وين يكون هذا؟ يعني الكومبوننت اللي نهتم فيها في الام ار اي يكون في الارتري، ودي اوكسيهيموغلوبين يكون في الفين، وميت هيموغلوبين اللي هو التغيير، يعني ممكن نلاقي الديوكسو هيموجلوبين كذلك في الارتري، والميت هيموجلوبين ممكن نلاقيه في الارتري لو كان ترى الارتري فيه انفاركشن. والابيرنس يعني اللي يتذكر الهيموريج، الابيرنس هو في التي 1 والتي 2، يعني الاوكسو هيموجلوبين يطلع ايزو انتنس في التي 1 ويطلع هايبر في التي 2 يعني برايت. الديوكسو هيموجلوبين يطلع ايزو في التي 1 ويطلع هايبو intense في T2 يعني يطلع dark. الميت هيموغلوبين مثل الكونتراست، مثل الجادولينيا، هايبر في T1 وهايبو في T2. هذا نتكلم احنا عن intracellular، يعني بتكلم عن الداتا، عن الـ عن الـ عن الـ
التغيير يعني متى يتغير الى هذا الشكل، متى يتغير الى الدوكسي هيموجلوبين، نشوفه ان شاء الله ليتر. كذلك البلاد مو واقف، البلاد فلوينج، فالفلو هل هي فاست ولا سلو تاثر، يعني الفسيولوجي هنا تاثر على مثل ما بنشوف لاحقا على السيجنال حق الفيزل في الام ار اي ايمج. التكنيك طبعا كل هذا بندخله بالتفصيل، بس الان هذه مقدمه. طبعا التي اس اي احنا نصور بالتي اس اي، وبالتي اس اي ممكن الاقي شيء يسموه فلو فويد ولا سيجنال فويد يسموه، اللي هو هذا، هذا هنا سيجنال فويد، نفس الشيء هنا البين. ممكن يجيني اللي اثر يعني في تي اس اي ممكن يكون لي البلاد كومبوزيشن والاورينتيشن ويطلع لي بهالطريقه، وبنتكلم عنها تفصيلا لاحقا. ممكن التكنيك اللي هي انفلو افكت ويسبب لي هذا المنظر، هذا المنظر يطلع في الجريدنت بس ما يطلع في التي اس اي، ممكن يكون بسبب التي ار والريلاكسيشن تايم، وهذا انا خليته بفريم ابيض لاني بقول ان هذا بتكلم عنه بيورلي فيزكس في الصفحه الجايه، ويطلع لي بهالطريقه. ولو تلاحظوا قبل شوي قلت انا بلاك مش هايبو، اي مينت، لان هنا هايبو هنا مو بلاك، هذه سيجنال مو سيجنال فويد، هذه سيجنال لكنها هايبو انتنس، توضح ان شاء الله في الصفحات الجايه. وبلاد كومبوزيشن اللي تكلمنا عنه، اوكسي هيموجلوبين دوكسي هيموجلوبين والميت هيموجلوبين، وهذا اللي تغير. هذا الان هذا يعني مثل هذا عندي دي اوكسي هيموجلوبين صح، هذا بين، لكن هنا بعد فتره اكثر من 3 ايام تحول الكومبوزيشن حق بلاد وصار ميت هيموجلوبين وطلع لي برايت، تاثر ريلاكسيشن تايم حقه. خلينا نشوف ايش معناته التي ار والريلاكسيشن. لو كان عندي تيشوز، كل هذه تيشوز وهذا البلاد، اوكي، عملت له اكسايتيشن، عملت له فليب، طبعا هو نتكلم عن الجريدينت بتكون هي الزاويه طبعا اقل من 90، لكن للتوضيح فقط خلي طلعنا الكومبوننت اللي بتكون على الترانسفيرس دايركشن. انا استخدم شورت تي ار، في الشورت تي ار بيكون سيجريجيشن، يعني هذا توقعوا ايش، هذا الفات التي 1 الفات، التي 1 ريلاكسيشن الفات سريع جدا. التي ار في التي 1 احنا نستخدمه كم؟ 700 800، البلاد 1300 الريلاكسيشن تايم، فدائما بيعطيني في التي 1 دارك سيجنال. فانا لو عملت له فليب مره ثانيه، عملت اكسيتيشن وصار لي فليب عند ماجنتيزيشن قليله، فبيعطيني هايبو انتنس. هذا اللي ما تكلمنا في التي ار، في التي 1 التي ار شورت والريلاكسيشن للبلاد، طبعا للاوكسي هيموجلوبين ودي اوكسي هيموجلوبين يطلع 1300 تقريبا، 1300 والتي ار 700، ف ات ويل ريلاكس بارشلي اللي هو هنا اكوردنجلي بتعطي هايبو انتنس سيجنال. هذا المقصود فيها التي ار والريلاكسيشن تايم، لانها بتمر علينا اكثر من مره. خلينا نشوف الابيرنس. احنا قلنا الفاست فلو، الفاست فلوينج بلاد اللي هو الارتري في التي اس اي، اي سبن ولا اي بروتون في التي اس اي لازم يتعرض حق ال 90 و 180 عشان يعطي سيجن. يعني هنا كل هذه اعطت سيجنال، ليش؟ لانها تعرضت لل 90 وال 180، لكن معنا في الارتريس الدم سريع، فممكن ياخذ 90
ياخذ 180 يعطي ايش سيجنال فويد الابيرنس هذا، وممكن يروح على ال 180 مباشره من سرعته وكذلك يعطي سيجنال فويد سواء تي 1 ولا تي 2، لكن في التي 2 طبعا السيجنال فويد بيكون اقوى. ليش نتكلم عنه بعد شوي؟ اوكي، فيعطينا السيجنال فويد هذه. بالنسبه للفين السلو فلو شو يصير؟ بياخذ، لان سلو بياخذ ال 90 وال 180 بيصير الابيرنس حقه على حسب الريلاكسيشن، فبيطلع هايبو انتنس. اوكي، في هاي تكلمنا عنها. في التي 2 لو تلاحظ ما صار، صار سيجنال فويد، واحنا نتكلم عن فين سلو. ليش هنا صار سيجنال فويد، هنا صار هايبو انتنس بسبب التي اي. اوكي، معنى هنا لونج تي اي يعني مع في لونج، في لونج انف تايم فور ذا سبين تو ليف ذا ذا سلايس. بنشوفها، بنتكلم عن اللونج تي اي في صفحه جايه. في باراميترز تاثر على مظهر الفيزلز في التي اس اي، اللي هي ايش؟ الفيلوسيتي تكلمنا عنها، والتي اي سلايس ثيكنس، والاورينتيشن. طبعا انا قلت هنا باراميترز، ها اوكي، خلينا ندخل واحده واحده، بس هذه غيرتها من باراميتر الى فاكتور، فقط الفيلوسيتي، لان ما اقدر اتحكم فيها. الفيلوسيتي سرعه الدم، اقدر اتحكم بيه. يعني هنا، هنا عندي الدم سريع، صار عندي سيجنال فويد، طلع دارك. هنا في شيء اثر في الفلو، في سرعه الدم، على اساسه صار الدم سلو. سلو اعطاني سيجنال. في التي 2 الاوكسيهيموجلوبين يعطي برايت. اوكي، فهنا تاثرت السرعه فاعطاني برايت ابيرنس. يعني هنا انت لو شفته في الفلير، هذه فلير طبعا، لو شفته في الفلير بهالشكل تقول في شيء صاير. يعني اذا ما عملت الديفيوجن سرع فيه، لان في شيء something يعني more to the periphery يسبب هذا المنظر. الشيء الثاني التي اي، والتي اي انتم كلكم يعني معتادين على السيكونس دياجرام، اللي هو في التي اس اي دائما يكون عندنا 90 180 وبعدين الايكو. هنا عندي التي اي شورت، هنا لونج تي اي. لو كانت عندي هذه السلايس وعندي سبين هنا، السبين هنا will be exposed to 90 and 180 في الشورت تي اي and it will give signal. اذا كان عندي تي اي لونج، اوكي، بيكون الفانكشن حق ال 90 والفانكشن حق ال 180 بعيدين، فايش يمدي السبين تو اكزيت السلايس واخذ فقط 90، هنا يعطيني سيجنال فويد. من كذا هم السيجنال فويد اذا بغوا يتاكدوا فيه، يتاكدوا منها، يروحوا حق التي 2. ليش؟ لان التي اي لونج. في التي 2 يعني على ما يقولوا اخواننا المصريين، احلف عليها. اوكي، فهذه وظيفه التي اي. وحتى انا الان لو كان مثلا، يلا نجيها بعد شوي، انا ما ابي اسبق الاحداث. سلايس ثيكنس، لو كان عندي نفس الشيء، هذا الدياجرام للتي اس اي سيكونس، وعندي سلايس من 2 مليمتر ثيكنس، اوكي، ثين سلايس بتاخذ 90 بس، لان ات ويل اكزيت ذا سلايس فيري كويكلي. لكن لو عندي ثيك سلايس، نقول 5 ولا 6 ما ادري والله، ثيك سلايس، اوكي، في امكانيه انه ياخذ ال 90 وياخذ ال 180 قبل ما يعمل اكزيت للسلايس. اوكي، فالثين سلايس تختلف عن الثيك سلايس. فهذه كلها بيدنا احنا، نتحكم فيها ترى، واحنا اللي ممكن نغير في الباراميترز وعلى اساسه يغير في الابيرنس للفيزل. الاورينتيشن كذلك، الاورينتيشن يعني دائما احنا نتكلم عن بيربنديكولار، انه يدخل ويطلع من السلايس سريعا. اوكي، ما بالك اذا كان يمشي خلال السلايس الفيزل،
فالدم السبينز هذه يعني doesn't go and exit, لا traveling through the slides اللي يسموه in plane orientation. في هالحالة ممكن هذا اللي قلنا عنه ممكن هنا تكون lesion, لا ممكن يكون الorientation حقه صار in plane فأعطى signal. زي كيف أتأكد؟ أخلي perpendicular, أعملها sagittal صح؟ أي بهالطريقة أنا أقدر أتأكد منها. إذا بالsagittal still appear bright معناته في problem. إنزين شنو هو فائدة TSE ونتكلم على هذا؟ شنو هو فائدته؟ يعني خلى يطلع dark خلى يطلع bright؟ لا فائدته إذا جينا نعمل vasculitis أنا أبي dark. شوف هنا الانهانسمنت اللي في الوول, اوكي شوف هذا هنا في انهانسمنت كذلك, شوف في خط اسود وحواليه برايت, هذه الفاسكولايتس ما تقدر تعملها الا بالتي اس اي. طبعا ماكو دور هنا للام ار اي, الدور اكثر شيء للام ار اي فاسكولار ايميجنج. اوكي هذه اول فائده. الفائده الثانيه قبل الفائدة الثانية خلنا ما دام احنا عرفنا ان احنا نحتاج ان الفيزل تطلع, يعني I would like to make sure ان الفيزل تطلع dark. كيف اعزز هذا؟ اعززه بايش؟ الفيلوسيتي ما اقدر اتحكم فيه, يعني ما اقدر to push the blood to flow fast, ما بقدر. هذه ما يعني ما لي تحكم فيها. بس التي اي اعملها long, معناته long انا بعمل تي 1 ولا لا؟ التي 1 عندي من 10 الى 30 اللي هو التي اي, فانا اخذ ال 30 ما اخذ ال 10 صح؟ زين الثيكنس كل ما كان عندي thin slices طلع عندي السيجنال void احتماليته اكبر. اوكي فاعمل thin slices as much as possible. انا شفت محاضره موجوده في ال RSNA اعتقد lectures وكله على ال how to evaluate vessels في ال MRI ويتكلموا عن ال TE وال slice thickness. ال orientation try your best to make it perpendicular, يعني مثل ما شفنا قبل شوي في ال axial مشكوك فيها اعملها sagittal. فلو عملت coronal نفس الشيء, ال coronal وال axial بيمشي through it, فمن الافضل اعملها sagittal. Okay. الشيء الثاني اللي هو venous thrombosis, شوف هذه T2 هذا الفيزل, هذه T1 هذا الفيزل TSE وهذا both contrast. هنا الكونتراست طبعا بيكون الفلوينج حقه hindered, يعني مبطئ إذا صح التعبير بسبب وجود الثرومبوس, فبيطلع البرايتنس حقه ولا الفيزل في TSE حتى لو كان في كونتراست إذا كان فاست يطلع هايبو انتنس. الآن خلصنا من التي اس اي, من الفيزل ابيرنس في التي اس اي. الآن في الجريدينت, في الجريدينت عندنا الفاست نفس الشيء ومعنا السلو. الفاست هو الارتيريال والسلو هو الفينس معروف. اوكي فهنا ليش طلع برايت وهنا ليش طلع دار؟ البرايت ابيرنس للارتريز, شوف يعني نفس الصوره, الارتري طالع برايت والفين طالع دارك. زين خلينا نشوف الارتري. الارتري احنا لو كان بنعمل تي 1 طبعا ومعنا الماجنتايزيشن كلها في الزد دايركشن ابتداء, عملت لها اكسايتيشن عملتها فليب مثل ما قلت لكم, طلعت النتيجة أنا على أساس ما يكثر معنى الخطوط, صار عندي فليب. الآن أعطيتها شورت تي آر في التي 1 شورت تي آر صح؟ زين صار في سيجريجيشن, فصار اللي عنده شورت ريلاكسيشن تايم عمل ريلاكسيشن طيب مثل الفات, والتيشوز الآخرين مثل ما نشوف. أوكي الآن أنا المفروض أعمل
فليب مرة ثانية على أساس أخذ السيجنال لأن الكونتراست تكون، لكن في هالمرحلة دخل لي هذا اللي نقول إنفلو، جاء لي ماجنتيزيشن كامل، ما في أي ساتوريشن، ما في أي ريدكشن في الفاليو حقه من برا، من برا السلايس، ودخل فجأة. فأنا لما عملت إكسيتيشن لجميع التشو، أوكي، أنا عملتهم فليب، الآن بأخذ السيجنال، الآن بأخذ السيجنال اللي عنده هايست ماجنتيزيشن وبيعطيني برايت سيجنال. ومثل ما تشوف الهايست ماجنتيزيشن هو البلاد وطلع برايت. هنا الفات يبقى برايت كذلك، البلاد برايتر. أوكي، والأذر تشوز بتعطيك التي 1 عادي، تي 1. أوكي، فهذا السبب، لهذا السبب أن الآرتري يطلع برايت في الجريدين. شو اللي يخليها يعني، شو الأسباب التكنيكس اللي يخليها برايت في الجريدين؟ أول هو فاست. فاست معناته إيش؟ معناته بيدخل بيعطي السيجنال وبيطلع بيجيني فريش بلود مع نيو فولي ماجنتايزد بلود ولا سبينز. ثانياً 1RF. إيش معناته 1RF؟ يعني هنا أنا مهما أعمل له هي أقل من 90. مهما أعمل إكسايتيشن الريد جريديانت هو نان سلايس سيلكتيف، يعني حتى لو طلع من السلايس إتس رايت بيعطيني برايت، بس أعمل له إكسايتيشن. يعني مو مثل التي إس إي، التي إس إي لازم يأخذ 90 و 180 في نفس السلايس، 90 و 180 طبعا سلايس سيلكت يعني على نفس السلايس. معنى شورت تي اي، شورت تي ايش معناته؟ معناته بيقوي لي السيجنال. يعني ما لو عملت لونج تي اي السيجنال حتى حق البلاد بيصير لها ديفيز وبتقل السيجنال، لكن شورت تي اي بيخدمني في هالحاله. واني اعمل تي 1 كم الفليب انجل في التي 1 عاده؟ 70 صح، 70 تعطي ماجنتيزيشن وسيجنال اكثر من 30 اللي هي التي 2 تعطي poor signal للتي 2 gradient. فلهالسبب وطبعا لوجود طبعا كذلك الشورت تي ار بيعطي suppression للباك جراوند، مو suppression يعني السيجنال ما بتكون very bright، ما بيكون في تداخل بين البرايتنس حق الفلويد والبرايتنس حق الفيزل. لهذا السبب انزل الفين تكلمنا عنه ان الفين slow في الساينسز. اوكي، على اساسه هو ما يعطي سيجنال فويد في التي 1. ليش؟ ان شورت تي اي صح، احنا قلنا لازم يكون التي اي لونج، وما بالك في الجريدينت، يعني هي التي اي شورت وفي الجريدينت هي شورتر. بالمناسبه يعني المفهوم العام ان الفين المفهوم العام، لان احنا نتكلم عنه بعد شوي إذا جاء وقته لا استبق. فهو سلو، السلو بيخلي يعني يصيبه ساتوريشن، يعني ياخذ تو ماني بالسز، يعني مو يجي ياخذ الاكسايتيشن ويطلع، لا بياخذ الاكسايتيشن واللي بعده واللي بعده، هو ما طلع بالسلايدز لانه مو سريع. التي 1 طبعا مع التي ار والريلاكسيشن تايم حق البلاد يكون لونج، فيطلع لي دارك ابيرانس مثل اي تي 1. اوكي، مثل الفلويد يعني، وحتى من البلاد كومبوزيشن، يعني مثل ما تذكر مثل ما نتذكر احنا في اللي هو الديوكسيهيموجلوبين اصلا في التي 1 يعطي ايسو انتنس، وهنا ايسو انتنس. في حاجة يا جماعة، يعني هذا بيخدمنا نشوف احنا في صفحتنا الجاية على الثرومبوس. الثرومبوس عادة يجينا هايبر أكيوت، يعني هنا هذا تحول الدم هذا من ديوكسيهيموجلوبين إلى إيش؟ إلى ميتهيموجلوبين. هذا بعد 3 أيام، من 3 إلى 7 أيام.
اللي عنده ثرومبوس ويتغير الابيرنس حقه هنا يعني معناته يعني لأي سبب ما يعني مهمل ولا شيء ولا ما شخصه مبكرا، لأن طبعا الثرومبوس أعراضها تخليه المفروض urgent to be done. فبين الثلاثة والسبعة أيام إنه يعني نادرا ما نشوف هذا المنظر. ليش؟ لأن دائما اللي عنده شك عنده ثرومبوس يبغى يشوف الفيزل evaluation حق الفيزلز يجيك يعني في نفس اليوم، حتى اليوم الثاني ما يتأخر، يجي الدكتور بنفسه حتى اتصال ما يتصل. اوكي، لهالسبب احنا يعني الفكره العامه ان الفينز في التي 1 دائما تطلع دار، هو مو هو دائما، غالبا لان هذه كيس مره علينا وما تصورش كم مره علينا اوت بيشنت. شنو اهميته الفيزلز ابييرنس في الجريدينت؟ احنا هذه نعملها احنا في البرين طبعا، نعمل تي 1 جريدينت ما نعمل تي 1 تي اس اي. ليش؟ على اساس نقيم حتى الفيزلز هنا. طبعا هو يعطينا ال ديفرنشيشن بين وايت جري ماتر هاير ذان تي اس اي جريدينت، وطبعا ليس فلو ارتيفاكت. Okay. لكن كذلك أنا بشوف الفيزلز، فأحيانا أنا أشوف يعني one of the مثلا carotids one of the vertebral ما هو باين في الصورة، ولا البازيلر ما هو باين، عمل MRI حتى الدكتور ما يعني حقش يعني أنا عارف شو المطلوب فأعمله، لأنه بدون كونتراست هو زيادة سيكونس، الكونتراست طبعا لازم الراديولوجيست يعني يفهمني الغلط. هذه من أهميتها بالنسبة للبزل. وكذلك الثرومبوس نشوفه هنا، طبعاً ما صار عندي صورة فأذر منكم. الثرومبوس هذا بري كونتراست، هذا بوس كونتراست، والمفروض هي تطلع بهالطريقة بلاك أبيرنس وسط هالة من البرايت ساينسس. هذا اللي عندي أقوله. أنا حسيت أن هذه معلومات يعني بالنسبة لي حسيت، ما أدري هل هي مفيدة لكم، لكن أتمنى بحثت عنها واشتغلت عليها وشفتها والله interesting، فحبيت أشارككم فيها، وإن شاء الله أكون وفقت أني وصلت الفكرة مثل ما ينبغي. شكرا لكم. ألف ألف شكر يا أبو جلال، ما شاء الله، لا أصبت الهدف.